السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا أستاذنا؟ الحمد لله تمام. صباح الفل يا باشمهندس صباح عمرو، النور يا أستاذنا، الله يكرمك. ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله كله تمام. الحمد لله رب العالمين. نبتدي ان شاء الله. إن شاء الله تعزيم بإذن الله. اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل النهارده ان شاء الله باذن الله الشابتر الكنترول اللي هو اخر حاجه عندنا في الدماغ. والنهارده ان شاء الله انا قايل لحضراتكم النهارده هتبقى المحاضره طويله شويه على اساس ان احنا نقدر نخلص النهارده الشابتر دوت ونعمل ريفيجن سريع على الكورس كله من اوله لغايه الكنترول عشان موضوع الفاينل بروجكت اللي هنسلمه ان شاء الله مع الاسبوع دوت من النهارده لغايه يوم الخميس الجاي. وانا بعت لكم الايميل بتاعي امبارح على الجروبين عشان حضراتكم تبتدوا تعملوا الفاينل بروجكت وتبعتوه على الايميل. وهقول كده في عجاله كده ريفيجن سريع على المراقبه. احنا امبارح خدنا التحكم وقلنا التحكم ايه هو التحكم. قلنا هو مقارنة الاداء الفعلي والمخطط، الناس اللي عايزة تكتب معايا يعني، وتحليل التباين وتقييم الاتجاهات لتطوير العمليات اللي احنا بنقوم بيها. وقلنا بنقيم البدائل الممكنة دي والتوصية بالاجراءات التصحيحية حسب الاحتياج. ده كان تعريف التحكم. قلنا ليه اربع تعريف، قلنا مقارنة الأداء الفعلي بالمخطط وتحليل التباين وتقييم الاتجاهات لتطوير العمليات وتقييم البدائل الممكنة والتوصية بالإجراءات التصحيحية حسب الاحتياج. وقلنا خطوات التحكم ثلاث خطوات: تصميم ضوابط فعالة للجودة وضمان التحسين وتطبيق الضوابط. وقلنا ان خرائط التحكم اللي هي الكنترول شارتس هي وسيله احصائيه بيانيه وبتستخدم لدراسه التحكم في العمليات ذات الطبيعه المتكرره، بمعنى دراسه استقرار العمليه احصائيا. يعني انا بعمل الكنترول شارتس عشان اضمن ان العمليه ماشيه بناء على الهدف او الخطه اللي انا واضعها ليها من خلال عملية إحصائية بنقوم برسمها وعرفنا إزاي ننفذها على الميني تاب. والنهاردة هنستكمل باقي الخرائط. احنا امبارح درسنا ثلاث خرائط، النهاردة إن شاء الله هندرس الأربعة التانيين. وقلنا إن الكنترول شاركس هي عملية استقرار العملية إحصائيا. من خلال العملية ديت احنا هنقارن الاداء الفعلي اللي موجود في المصنع او المكان الخدمي او الورشه من خلال الخريطه اللي احنا هنحطها. وقلنا لو في تباين او اختلاف من خلال البيانات اللي انا بعمل لها كنترول هيبان عندي في الخريطه، اما الرقم يطلع نورمال او يطلع في انفستيجيت. وهنشوف الكلام ده دلوقتي لما نيجي نحلل البيانات باستخدام المينيتاب. وقلنا ان اهمية الخرائط في مراقبة الجودة هي من الوسائل الحديثة المهمة اللي بتستخدم لمراقبة العمليات والتنبؤ بمسارها حسب ما يتم من خلال الكشف عن مواطن الخلل. اي مواطن خلل في الكنترول شارتس بيبان عندي، وعرفنا ازاي بيبان ازاي وعرفنا بنسميه ايه. ولما بيكون طبيعي بنسميه نورمال بيهيفير، ولما يكون عندي فيه مشكله بنسميه انفستيجيت كوز. وقلنا ان انواع الخرائط عندي نوعين، عندي الفاريبلز وعندي الاتريبيوت. والفاريبلز قلنا ثلاث خرائط فيها، بالخرائط اللي هي الاكس اس ار والاكس بار ار شارت والاي ام ار شرط. وقلنا ان الفاريابلز تعتبر هي خرائط بتقيس المتغيرات زي الاطوال والاحجام والابعاد وقوه الشد والضغط والوزن،
اي حاجه فيها متغير بنقيسها بخرائط الفاريبلز، وهم ثلاث انواع من الخرائط. الخريطه الاولى اللي انا كنت بسميها الاكس بار اند اس شارت، لما تكون المالتي ريبليكيت اللي هي عدد السامبلز اللي عندي اكبر من 10، والاكس بار اند ار شارت لما تكون المالتي ريبليكيت اللي هي عدد السامبلز اللي عندي من 1 ل 10، والاي ام ار اللي هي الانديفيديوال شارت لما تكون الان بتساوي 1. في اي سؤال في اللي انا قلته ده؟ اللي عايز يسأل سؤال في اللي انا قلته يسأل قبل ما اخش على الجزء الجديد اللي هو بتاع الاتريبيوت. تمام؟ طب في حد عايز يسأل في اللي انا شرحته امبارح من خلال المينيتاب؟ اي حد لما جه عرف ما حدش عرف يطبق اي حاجه على برنامج المينيتاب من خلال الثلاث خرايط اللي انا شرحتهم امبارح بتوع الفاريبلز، يعني كل الناس معايا اونلاين دلوقتي، كل الناس عرفت تطبق. طب الحمد لله، ماشي. هنخش بقى النهارده على النوع الثاني من الخرائط اللي انا بسميه الاتريبيوت شارت، اللي هي خرائط تحكم الخواص. خرائط تحكم الخواص، وهم اربع انواع من الخرائط. خرائط تحكم خواص، احنا امبارح قلنا ان انواع الخرائط نوعين، هندي برضو ايه على الدياجرام اللي انا حطه هنا على الباوربوينت. قلنا انواع الخرائط تحكم نوعين، الفاريبلز والاتريبيوت، وقلنا ان الفاريبلز خرائط تحكم المتغيرات، والاتريبيوت خرائط التحكم للخواص. قلنا ان خرائط التحكم للمتغيرات ثلاث انواع، وهم بيعبروا على الاطوال والاحجام والابعاد وقوه الشد والضغط والاوزان، وان خرائط تحكم الخواص اذا كان المنتج مطابق او غير مطابق اصلا. وقلنا ان خرائط تحكم المتغيرات الخريطه الثانيه اللي هي الاكس بار اند شارت لما يكون السامبلز اللي عندي من 1 ل 10، والخريطه الاكس بار الاي ام ار اللي هي الانديفيدوال موفينج رينج اللي هي لما تكون الان بتساوي 1. خش بقى النهارده على الاتريبيوت اللي هي خرائط التحكم للخواص، وقلنا فيها خريطتين واللي هم بيتاخدوا في الجرين، وهناخد الخريطتين التانيين اللي بيتاخدوا في البلاك عشان يبقى درسنا كل انواع الخرائط المستخدمه في الكنترول شارت. اول خريطه عندي اللي هي اليو شارت. الخريطه قلنا ان الاتريبيوت اللي هي خرائط التحكم للخواص اذا كان المنتج مطابق ام غير مطابق للمواصفه، وعندي اربع انواع من الخرائط اللي انا هستخدمهم في الاتريبيوت اللي هي خريطه اليو وخريطه السي والبي والان بي. وقلنا المكونات الاساسيه لخرائط التحكم اللي هي عباره عن السنتر لاين اللي هو المين، الحد المركزي هو يمثل المستوى الامثل لجوده المنتج. وقلنا هي الحدود المسموح بها زي الابر كنترول لاين. الشكل العام لخرائط التحكم، قلنا الشكل دوت اللي هو العينات وقيمه المتغير. ولما تكون عندي العمليه زي ما انتم شايفين كده ما بين الحد الاقصى والحد الادنى بقى بنسميها هيفير. لما اي نقطه من دول بتعدي الحد الاقصى او الحد الادنى بنسميها انفستيجيت كوز. وخدنا امبارح الحالات اللي احنا قلنا عليها
اللي هم الثلاثة اللي هم الاكس بار اس شارت والاكس بار ار شارت والاي ام ار اللي هو الانديفيديوال موفينج رينج شارت. وقلنا ان الحالة الاولى اللي هي الاكس بار اند اس شارت اللي هي لما تكون الان لما تكون الان اكبر من 10 ايه الكيس ستادي اللي احنا خدناه امبارح ان الاكس بار اند اس شارت لما تكون الان اللي هي المالتي ريبليكيت او السامبل اكبر من 10 والاكس بار الاكس بار اند ار شارت لما تكون الواحد اكبر الواحد الان بتنحصر ما بين الواحد للعشرة والاي ام ار شارت اللي هو الانديفيديوال الان بتساوي واحد. وخدنا التلاتة كيس ستادي دول وطبقنا عليهم. طيب الصوت كده ابتدى يرجع تاني يا شباب ولا والصورة ولا الدنيا مش واضحة برضو الشبكة لسه بتقطع؟ طيب نكمل. طيب بسم الله هنبتدي بقى النهاردة هناخد الأربع كيس ستادي التانيين اللي هم السي شارت والبي شارت واليو شارت والان بي شارت اللي هم خاصين بالاتريبيوت شارت اللي هي خرائط التحكم للخواص. خرائط التحكم للخواص يبقى انا عندي خرائط تحكم المتغيرات ثلاث انواع اللي هم الاكس بار اند اس شارت والاكس بار اند ار شارت والاي ام ار شارت. الاربعه دول اللي خاصين بالفاريبلز اللي خاصين بالاتريبيوت اللي هم السي شارت والبي شارت واليو شارت والان بي شارت. هندرسهم دلوقتي كل واحده وهناخد كيس ستادي عليهم وهنرجع برضو ايه ايه استاذ احمد الجرحي في مشكله عندك في الشاشه مش شايف الصوره؟ في مشكله كده يا شباب في الصوت او او الصوره؟ طيب استاذ احمد تمام انت كده شايف سامعني وشايف الشرح؟ حاضر عيد من الاول. احنا امبارح خدنا ثلاثة كيس ستادي اللي هم الاكس بار اند اس شارت والاكس بار اند ار شارت والاي ام ار شارت وقلنا الثلاثة دول اللي خاصين بخرائط تحكم المتغيرات اللي هي الفاريبلز شارت. وقلنا ان الاكس بار اند اس شارت لما تكون المالتي ريبليكيت اللي هي الان عدد السامبلز اكبر من 10 والاكس بار اند ار شارت لما تكون المالتي ريبليكيت اللي هي السامبل من 1 ل 10 والاي ام ار اللي هي الانديفيديوال شارت لما تكون الان بتساوي 1. وخدنا كيس ستادي وطبقنا على كل حاله وشفنا بتترسم ازاي على المينيتاب. النهارده هناخد الاربع حالات بتوع الاتريبيوت شارت اللي هي خرائط التحكم للخواص اللي هي بتحدد اذا كان المنتج عندي مطابق للمواصفه او غير مطابق للمواصفه. والاربع انواع دول بيسموهم سي شارت وبي شارت ويو شارت وان بي شارت. كده يا استاذ علي تمام؟ ده اللي انا قلته. أستاذ علي طيب كل الناس بقى تبتدي تجهز ال
شيت الاكسل اللي احنا حطيناه. نبتدي كده نطلع كده على الشاشه. النهارده هتبقى المحاضره طويله، وعايز اخلص النهارده الاربع خرائط دول ان شاء الله، ونطبق عليهم وناخد ريفيجن على الفاينل بروجكت. فالمحاضره النهارده، لان حضراتكم النهارده هتبقى طويله، هتبقى ساعتين، عشان اقدر الم النهارده، تعتبر اخر محاضره يعني. فعايز الم الكنترول كله، واعمل ريفيجن على كل اللي احنا خدناه من خلال الفاينل بروجكت يعني. فالناس كلها ايه تبقى معايا، عشان ما نضيعش وقت بس، وربنا يستر بقى من موضوع الشبكه ده اللي بيتقطع ده. طيب، اول نوع عندي عايز اطبقه في الخرائط بتاع الاتريبيوت، اللي هي خرائط التحكم للخواص، اللي انا بسميه البيشر. هنيجي على شيت الاكسل اللي انا شيرته امبارح او في نص الاسبوع، ونطلع الشيت اللي اسمه بي. كل الناس معايا؟ الشيت اللي هو اللي انا حاطه ده اللي اسمه بي تحت. احنا خدنا امبارح الاكس بار اند ار، والاكس بار اند اس، والاي ام ار. هناخد الشيت اللي بعد الاي ام ار اللي اسمه بي. تمام؟ الناس معايا تتفاعل معايا على الشات، تمام؟ شايفين الشيت الاكسل؟ والصوت واضح؟ طيب، هناخد الشيت دوت كوبي، تمام؟ ونفتح صفحة المينيتاب، ونعمل بيست سيل. في مشكلة؟ في مشكلة؟ اللي عنده مشكلة يكتب لي على الشات. اللي فيه مشكلة عنده أو مش فاهم حاجة امبارح والنهاردة، أنا النهاردة إن شاء الله عايز كلكم تبقوا فاهمين الموضوع ده وتطبقوه بإيديكم. اللي مش فاهم حاجة يقول لي أنا مش فاهم هندسة، عشان ما اخشش في الاتريبيوت وانتم مش فاهمين حاجه في المتغيرات، خرائط المتغيرات. طيب، خدنا الداتا اللي هي موجوده في شيت بي اللي هي البي شارت، وحطيناها على الميني تاب، وهنخش على الفايل اللي اسمه ستات، اللي احنا اتعودنا على طول بنخش عليه. كل الناس تطبق معايا عشان ما تنساش. ونختار الفايل اللي اسمه كنترول شارتس، وبعد كده نختار الاتريبيوتس شارتس. الاتريبيوتس شارتس، ونختار البي شارتس. اهي كده انا اخترت البي شارتس. اقف على الكولم سي واقول سيلكت. كتب لي هنا ايه؟ النمبر ديفكتيفز. واقف على السب جروب سايز، واختار السامبل سايز، وادوس اوكي. طلع عندي ايه؟ البي شارت الريبورت زي ما انتم شايفين كده. حطيلي الابر كنترول واللور كنترول والتارجت بتاعي او المين. بيسمي الحاله دي بروبوشن، وهنعرف يعني ايه بروبوشن بعد شويه. انا عايز بس الاول تطبق. تاني؟ حاضر يا استاذه ليلى. تاني هنلغي دي. حضرتك انا خدت الداتا اللي هي على شيت الاكسل دي، اللي هي في شيت دي، وخدت لها كوبي. مديني ايه في شيت الاكسل؟ مديني النمبر والسامبل. النمبر والسامبل خدتهم، وجيت على صفحه المينيتاب حطيتهم، اللي هي النمبر اوف ديفكتيفز، عدد العيوب، والسامبل سايز يعني العدد العيوب، وقدامه خدت عيدين، وخدت الداتا دي وحطيتها على المينيات.
كده في مشكله. تمام. وبعد كده بخش على الاستات، الفايل بتاع استات اللي انا واقف عليه بالماوس اللي فوق ده. الصوره واضحه لحضراتكم ولا لا؟ الصوره واضحه لحضراتكم ولا برضو الشبكه وحشه عندي وبتقطع؟ كل الناس شايفه الشاشه وشايفه صفحه المينيتاب وسامعاني؟ طيب هنيجي على استات ماشي، ونختار كنترول شارتس، وبعد كده انزل على فايل اسمه الاتريبيوتس شارتس. الاتريبيوتس شارتس طبعا مش هناخد الفاريبلز اللي احنا خدناها امبارح، هناخد خرائط الاتريبيوتس شارتس، مش هاخد الفاريبلز شارتس. وبعد كده اختار البي شارتس. تمام. طلع عندي سي 1 وسي 2 اتكتبوا في الداتا. الصفحه البيضاء اهي، نمسح بس دي كده عشان نعمل الخطوات من تاني اهي. هاجي في الفاريبلز اختار النمبر اوف ديفكت، هنا اهو اختار النمبر ديفكت، واجي في السب جروب سايز واختار السامبل سايز. كده في مشكله، وادوس اوكي. طلع شكل الشرط اهو. وطبعا العمليه دي تعتبر ايه؟ كل الناس تجاوب العمليه دي طبيعيه ولا هتحقق من السبب فيها نورمال ولا انفستيجيت؟ العمليه دي نورمال ولا انفستيجيت؟ نورمال بيهيفير. تمام. نورمال بيهيفير. تمام 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 خلاص. يبقى كده في مشكله استاذه ليلى؟ كده تمام حضرتك فهمتي خطوات التطبيق؟ طيب هي دي خريطه البي شارت، وبتبقى في كلمه هنا في الواي اسمها البروبوشن. البروبوشن دي هنشرحها بعد شويه من خلال دياجرام، بس انا عايز اطبق الاول عشان المعلومه تثبت في دماغك وتعرف انا برسم الخريطه ازاي، وبعد كده هنخش بقى في النظري والكلام النظري والقصه دي. يعني انا عايز ابدا بالمهم، وبعد كده الدياجرام النظري هقول لكم يعني ايه بروبوشن ويعني ايه وامتى بنستخدم البي شارت وامتى بنستخدم اليو شارت وامتى بنستخدم السي شارت وامتى بنستخدم الان بي شارت. خلاص. طيب نبتدي نخش على حاجه جديده في الخرائط مع بعض. هفتح شيت الاكسل تاني كده. البي شارت فيها مشكله؟ طبقناها ما فيهاش مشكله خالص. هي كل الاختلاف ما بينها وما بين الفاريبلز شارت اللي انا بدل ما بختار فاريبلز شارت بختار الاتريبيوت شارت بس كده. طيب باجي على الان بي شارت اللي هو الشيت الثاني اللي بعد البي، واخد الداتا اللي هي الموجوده عندي في الشيت كوبي. نفس الكلام نمبر اوف ديفكتيفز وسامبل، اخدها كوبي اهي وافتح صفحه المينيتاب واجي اعمل بيست سيلز. تمام. بعد كده هاجي اختار ستيت وبرضو كنترول شارتس والاتريبيوت شارتس واختار الان بي شارت اللي انا واقف عليها دي، الان بي شارتس. واجي في الصفحه اللي هي بتاعت الفاريبلز واختار النمبر ديفكتيفز واقول سيلكت، واجي في السب جروب سايز نفس الخطوات
اللي فاتت في البي شارت هي نفس الخطوات في الان بي شارت، وبالسب جروب سايز اختار السامبل سايز وادوس اوكي. هيطلع لي الخريطه اللي حضراتكم شايفينها دي، وكاتب لي على جنب سامبل كاونت، وهنعرف يعني ايه بعد شويه سامبل كاونت. العمليه اللي انتم شايفينها دي البروسيس دي تعتبر نورمال ولا انفستيجيت كوز؟ كل الناس تجاوب معايا انفستيجيت كوز صح، انفستيجيت كوز صح صح. الله ينور عليكم، الله ينور عليكم. العمليه فعلا رقم 8 انفستيجيت كوز، تمام. انفستيجيت. كل الناس برافو عليها، الله ينور، جاوبت تمام. وليه كل الناس قالت يا هندسه هي انفستيجيت كوز؟ لان النقطه رقم 8 عدت اللور كنترول ليميت، عدت. يبقى هنا في النقطه رقم 8 لازم اعمل انفستيجيت كوز، اتحقق من السبب ليه البروسيس في نقطة رقم 8 عدت المسموح. ليه هي عدت المسموح؟ أكيد في النقطة دي فيها مشكلة، أو مش متقاسة كويس، أو في حاجة فيها عايزة علاج أو خلل. النقطة رقم 8 فيها خلل، فلازم نعالج الخلل من خلال الخريطة. فأنتوا عرفتوا فايدة الكنترول شارتس، هو بيضع العملية كلها في نطاق مراقبة من خلال جميع المراحل اللي بتمر بيها. زي ما خدنا امبارح المثال بتاع الموبايل، وقلنا الموبايل بروسيس بينقسم إلى مجموعة من مراحل اللي هتوصلني للفاينل برودكت، وكل مرحلة ليها عينة، فبياخد كل العينات ديت وبيحللها وبيعمل لها مراقبة. فمن خلال الكنترول شارت بيعرف كل مرحلة داخل البروسيس إذا كانت نورمال ولا انفستيجيت. طيب في مشكلة هنا بالظبط، الله ينور يا أستاذ علي صح، لأن النقطة رقم 8 عدت اللور كنترول ليميتس. برافو عليك كده، كل الناس فعلا جاوبت معايا وعرفت ان العمليه. يبقى انا اديتكم العمليه بي نورمال وعمليه ثانيه انفستيجيت، عشان تعرفوا الايه الاختلافات ما بين العمليه. انت تشوف دي وتشوف الطبيعيه، وبتشوف اللي عايز ايه، اللي عايز ان هي تتحقق منها من سببها او تحل مشكلتها. فدلوقتي ان مفيش اي مشكله في الخريطه الثانيه، مفيش أي مشكلة في الخريطة بتاعة الـ NB شارت. اللي عايز لو عايزين نعيدها عيدها كده، كل الناس فاهمة معايا. قبل ما أخش على خريطة السي واليو، طب تمام، هنبتدي تمام. اللي مش فاهم ارجوكوا يقول لي مش فاهم. الهدف من الكورس ده والله انا عايز افهمكوا مبادئ السكس سيجما والطريق لدخول المنهجيه. يعني انا دلوقتي يعتبر شرحت المنهج دوت 80%، انتوا تقدروا تطبقوا السكس سيجما دلوقتي في شغلكم. ولما هنيجي ان شاء الله نشرح الريفيجن دلوقتي على المنهجيه من خلال الفاينل بروجكت، هتلموا كل المعلومات اكتر، وهتفتكروا اللي انا قلته من شهر وشويه، وهتفتكروا اللي انا شرحته، وهتطبقوا المجال دوت. المجال ده مفيد جدا جدا في مجال العمل، عشان تبقوا عارفين. ايا كان المجال، ايا كان المجال، لو طبقت السكس سيجما يعني في تطوير هيحصل، في زيادة فكر، في توفير مال، في يعني في حاجات، في فوائد كتير قوي زي ما شرحنا. تبالكوا؟ طيب نرجع لمرجوعنا.
هنخش على السي شارب. السي شارب بقى فيها اختلاف عن البي والان بي. شايفين ان في كولوم واحد هنا، يعني انا هنا اصلا يعني بتعامل من منطلق يعني ايه حاجه واحده، حاجه بنسميها سيم اوبورتيونيتي، عامله زي الان بي سيم سامبل سايز. يعني لو جينا كده نفتكر الان بي هتلاقي السامبل هنا واحده كلها 1000. خدتوش بالكم من دي؟ ما خدتوش بالكم ان البي هنا السامبل كلها رقم واحد اللي هو 1000؟ يعني هنا ايه في الان بي سيم سامبل سايز. طب في البي لا مختلفه، انا عندي ديفرنت سامبل سايز. يعني هنا في 2 كولم في ديفرنت سامبل سايز، وسامبل سايز بتاعك مختلفه، يعني هنا 115 125، والكلام ده هشرحه بعد التطبيق ان شاء الله عشان يثبت في دماغكم من خلال الفلو شارت ديجرام اللي انا عامله في الداتا، لان انت عندك الداتا اللي انت بتطبقها في الكنترول شارت 3 انواع. الداتا اللي انت بتطبقها في الكنترول شارت 3 انواع، نوع اسمه ميجرد، والنوع الثاني بروبوشن، والنوع الثالث كاونت. فالحاجات دي هندرسها بس بعد ما اطبق الايه الخرايط. طيب نرجع تاني لمرجوعنا بالنسبه للشيت سيل. احنا هنا قلنا الان بي سامبل سايز واحده، السي عندي برضو سيم اوبورتيونيتي، عندي سيم اوبورتيونيتي يعني عندي كولم واحد بس، والاوبورتيونيتي اللي انا بحلل عليها هي واحده، عشان كده انا ما قلتش ايه، ما حطيتش كولم تاني، حطيت النمبر اوف ديفكتيف ديفكتس بس، حطيت النمبر اوف ديفكتس بس. طيب هاخد ديت كوبي اهي، ونيجي على شيت المينيتال واعمل بيست سيلز. تمام، حط لي ايه النمبر اوف ديفكتس بس، ما حطش اي كولم تاني. معنى ذلك بتستنتج ايه؟ ان الاوبورتيونيتي او المراحل اللي عندي هي واحده، هي واحده الاوبورتيونيتي اللي عندي واحده سيم اوبورتيونيتي. وهتيجي تختار فايل ستات وكنترول شارت والاتريبيوت شارت وتختار السي شارت وتقوم قايل اوكي. فاهمين العمليه دي بقى نورمال ولا انفستيجيت؟ اللي مش فاهم يقول عيد هندسه. نورمال، تمام. طالما هي بتنحصر ما بين الابر كنترول واللور كنترول تبقى نورمال. الله ينور عليكم جميعا، الله ينور عليكم جميعا. طب اللي مش فاهم خطوات السي شارت يقول لي عشان اعيدها. كلكم فاهمينها؟ فاهمين بطبق ازاي السي شارت؟ طب تمام. طب كل الناس تطبق معايا عشان انت بتشوف وبتسمع وشغال بايديك، خلاص المعلومه ثبتت في دماغك، بتشوفني وانا بتكلم وانا بشرح وبتسمع بودانك وبتطبق بايديك او بتكتب، خلاص كده يبقى كده المعلومه كده ايه ثبتت في دماغك. طيب هنخش على نوع تاني الاخير عندنا اللي هو اليو شارب. اليو شارب يعتبر ديفرنت اوبورتيونيتيز. اليو شارب اهو ديفرنت اوبورتيونيتيز، عندي 2 كولم والسامبل مختلفه،
والنمبر اوف ديفكتس موجوده، يبقى تعتبر ايه؟ مش سيم اوبورتيونيتي زي السي، لا ديفرنت اوبورتيونيتيز. طيب هل اخد الداتا اللي هو مدهاني بشيت اكسل واخدها كوبي وافتح صفحه الميني تاب وادوس البيست سيلز واجي على الفايل اللي اسمه ستيت واختار الكنترول شارتس واختار الاتريبيوت شارتس واجي اخر ايقونه اللي اسمها سي شارتس وادوس عليها. لا انا اسف، المفروض اختار اليو شارت، احنا خلاص شرحنا السي. اختار اليو شارتس اهي، اليو شارتس اهي، تمام. امسح اللي مكتوب واجي اقف على الخانه اللي هي بتاعه الفاريبلز واختار النمبر اوف ديفكتس واعمل سيلكت واختار السب جروب سايز واختار السامبل سايز واختار اوكي. جميل جدا، طلعت اليو شارت زي ما حضراتكم شايفين كده، سامبل كاونت بي بير يونت. وطبعا انا هقول الكلام ده كله من خلال الدايجرام. طبعا العمليه دي نورم، العمليه دي نورم، يا ريت طبقتوها معايا. طلعت الارقام زي ما انتم كاتبين كده، الابر كنترول بيساوي الارقام نفس نظام اللي على الشاشه ده، ان اللور كنترول بزيرو والابر كنترول ب 998 من 10000، وهنا من 4 من 100 المين والتارجت. لازم الارقام تطلع زي اللي ايه؟ اللي موجود في الامتحانات الدوليه، بيجي يسالك على الارقام دي. يعني انت بترسم الشرط في الامتحانات الدوليه بتاعت الجرين والبلاك واليلو، لما بتخش تمتحن دولي في اي حزام بدءا من اليلو لغايه البلاك، بيجي يقول لك ايه؟ الابر كنترول ليميت بكام؟ فتضطر انت ترسم الخريطه على الميني تاب وتشوف الرقم وتكتبه في النوتس في ورقه وتنقل الرقم ده زي ما هو في الامتحان الدولي، اوعى تقربه. ما بتقربش الرقم اللي على الجنب ده بتاع الابر كنترول واللور كنترول، ما بتقربش، ما تقربوش لاقرب رقم، بتنقله زي ما هو كده، تاخده كوبي بيست وتحطه في الاجابه. اربع ارقام تحط اربع ارقام، 10 ارقام زي ما الكنترول شارت محدد لك بتكتب، ما تقربش. تمام؟ تمام. كده في مشكله عندكم في ال، فانا هقول الفرق يا استاذ عاطف، هقول لكم الفرق ما بين اليو والبي والان بي والسي، هقول لكم الفرق ما بين الاربعه ايه دلوقتي. بس كده دلوقتي انتوا تعرفوا تطبقوا البي شارت والسي شارت والان بي شارت والبي شارت اللي انا بسميها ايه؟ خرائط الاتريبيوت شارت. واللي مش فاهم يقول اللي مش فاهم. استاذ عاطف علي هشرح لك الفرق ما بين اليو والبي والان بي والبي، ما تقلقش. والسي هقول لك الفرق ما بين الاربعه ايه؟ زي ما قلت لك امبارح، الفرق ما بين الثلاثه اللي هي الاكس بار اند اس شارت والاكس بار اند ار شارت والاي ام ار شارت، هقول لك النهارده الفرق ما بين الاربعه التانيين ايه في الاتريبيوت. تمام؟ زي ما قلت الفرق ما بين خرائط المتغيرات، هقول لك الفرق في الفرق ما بين خرائط الخواص. كده كل الناس فاهمه؟ كل الناس فاهمه؟ قبل ما اخش بقى على الكلام اللي هو السؤال بتاع استاذ عاطف، هرجع للباور بوينت تاني. انا كده خلاص المينيتاب مش هطبق عليها تاني النهارده. كده خلاص. كده خلاص المينيتاب والشارتس خلاص. يبقى انا كده شرحت لكم على المينيتاب سبع انواع من الخرائط. سبع انواع، ثلاثه للفاريبلز واربعه للاتريبيوت شارت. والحمد لله كلكم طبقتوا معايا النهارده وامبارح وفهمتوا القصه
بتتعمل ازاي على الميني تاب. طيب نرجع بقى لمرجوعنا في الباور بوينت. ونشوف السؤال اللي كان بيسأل عليه كده. خلاص انا كده خلاص الكيس ستادي كده خدنا السبع انواع دي صح. خدنا الاكس بار اند اس شارت كده الكيس ستادي طبقناها كلها، الاكس بار اند اس شارت والاكس بار اند ار شارت والاي ام ار شارت والسي شرط والبي شرط واليو شرط والان بي شرط. من خلال الشات دلوقتي حد عنده مشكله في السبع خرائط دول؟ اكتبوا لي على الشات. اللي عنده مشكله في اي نوع من السبعه يقول لي اشرحها يا هندسه، اشرح لي الخريطه الفلانيه نقولها قبل ما اقفل صفحه المينيتاب. كلكم فاهمين؟ استاذ اشرف فتحي معانا النهارده؟ كلكم فاهمين؟ السبع انواع خرايط دول حد عنده مشكله فيهم؟ هي دي الخرايط المستخدمه في الكنترول شارتس لمراقبه اي عمليه او خدمه، اي منتج او اي خدمه، اي بروسيس في الدنيا بنراقبه من خلال السبع خرائط دول. التلاتة اللي فوق بتوع الفاريبلز والأربعة اللي تحت بتوع الاتريبيوتس شارت، واحدة للمتغيرات والتانية للخواص. انت كده ما بتراقبش الا كده، هي المراقبة عندك لا اما متغيرة لا اما بتراقب الخواص. وهنشرح دلوقتي حالا الحاجات دي بتيجي ازاي. التي شارت اللي هو التارجت يا استاذ ايهاب، انت حضرتك بتسال عن التي اللي هو خط النص ده. الخط التي ده بيسموه التارجت او ليه اربع معاني، ليه اربع معاني: سنتر لاين، تارجت، مين، افريج. خلاص يا استاذ ايهاب، يبقى الخط اللي في النص اللي هو الحد المركزي ده اللي احنا بنسميه اربع، يعني كل واحد كل مرجع او كل محلل بيسميه زي ما هو عايز. في ناس بتسميه التارجت، في ناس بتسميه المين، في ناس بتسميه الافريج، في ناس بتسميه السنتر لاين. خلاص سؤال حضرتك. تمام. الاكس بار معناها، الاستاذ ايهاب بيسال اسئله حلوه، الاكس بار معناها المالتي ريبليكيت. الاكس بار عندك نوعين، الاكس بار عندك نوعين اللي هو يعتبر المالتي ريبليكيت اللي انا بطبق عليه الار اس الار الاكس بار ار شارت والاس ار شارت. يعني يعتبر الاكس بار دوت للمالتي ريبليكيت. طيب الاي ام ار اللي هو ايه؟ الانديفيدوال، الانديفيدوال اللي هو الاي ام ار ده يعتبر سنجل ريبليكيت. فهمت يا استاذ ايهاب؟ الاكس بار دي معناها مالتي ريبليكيت، مالتي ريبليكيت. استاذ علي عندك ده ايه؟ درجات طالب. سؤال جميل، سؤال جميل جدا. يعني انت عندك هنا السامبل سايز كام يا استاذ علي؟ جاوب، انا هسالك بقى وانت جاوب. يعني انت هنا بتعمل سامبل لكام كورس للطلبه؟ السامبل عندك قد ايه؟
ثلاثة. طيب ايه الخريطة اللي احنا درسناها وبتقول من 1 لـ10؟ يعني السامبل سايز بتاعتك الثلاث انواع من الطلبة اللي هم السامبل دول بنطبق انهي نوع من الخرائط عليهم؟ ده عدد صح؟ يبقى ده ايه؟ variables صح؟ طيب انهي نوع من ال variables يا استاذ علي؟ الله ينور عليك، شفت بقى انت جاوبت ازاي؟ انت بتطلع اللي هي ايه؟ طبعا احنا قلنا الاعداد والاوزان والاطوال والاحجام والسكنس وكل ده بيخش في نطاق الايه؟ ميجرد، بيخش في نطاق الفاريبلز شارتس، وبيقسم بقى بيشوف الاس اللي هي عددها اكبر من 10، الار اللي هو جاوب عليها استاذ علي، الار اللي هي من 1 لـ10. لما تكون عندك واحد عينه واحده اللي هو الايه؟ الانديفيدوال، اللي هو الانديفيدوال شارت اللي هو الاي ام ار، الانديفيدوال موفينج رينج شارت. حلو قوي، جاوب برضو السؤال استاذ اسامه، استاذ اسامه بيقول لو عندي مواصفه لا تتجاوز رقم معين يعني كولم صح؟ طب احنا لما جينا خدنا قلنا عندنا المواصفات اللي هي في الاتريبيوت نوعين، النوع اللي هو السيم، لا اما سيم سيمبل سايز، لا اما سيم اوبورتيونيتي، لا هتستخدم الان بي، لا هتستخدم السي شارت. فهمت يا استاذ اسامه؟ استاذ اسامه الامين كاتب سؤال بيقول لو عندنا هندسه مواصفه لا تتجاوز رقم معين يعني سيم سامبل سايز او سيم اوبورتيونيتي، لا اما هتستخدم الان بي شارت، لا اما هتستخدم السي شارت. تمام، الله ينور. استاذه ليلى هي جاوبته وقالت له السي. ماشي، طيب حد عايز يسال؟ اللي عنده اسئله يقول انا معاكم اهو. انا عايزكم النهارده ان شاء الله تبقوا فاهمين يعني ايه كنترول شارت، ومن خلال عملكم، من خلال عملكم كل واحد في وظيفته يطبق بقى استخدم الخريطه دي هنا، لا الخريطه دي اعمل بيها للمراقبه هنا، طب والله ده المهندس اسامه قال لنا لما يكون الان كذا بتساوي كذا، طب دي عدد ولا وزن ولا سيكنس ولا ايه؟ يبقى دي الفاريبلز. طب الخواص، ده المهندس اسامه قال لنا ايه؟ ان الخواص دي ليها خرائط ثانيه اللي هم الاربع خرائط السي والبي والاف. كل واحد يبتدي بقى يفكر وايه ويطبق. اهم حاجه بقى هنا التطبيق، يعني ايه الهدف من الدراسه؟ مش معلومات بتحطها في مخك وخلاص عشان الشهاده والكلام ده، لا لا لا، اللي انت تطبق في شغلك، تطبق في شغلك اللي انت بتدرسه، والله ده الهدف، اللي انت تطبقه في مجال عملك وتوري المديرين بتوعك اللي انت يعني من خلال دراستك انا بعرف اشتغل من اللي انا درسته، انا بعرف اشتغل من اللي انا درسته. فالهدف من الكورس مش معلومات بتحطها في دماغك، لا، معلومات بتطبقها في عملك، معلومات بتطبقها في عملك. تمام كده، كل الناس فاهمة يعني ايه كنترول شارتس، وعرفنا نطبق الكيس ستادي بتاعتنا. لما تكون السامبل 3 هنستخدم الشرط اصلا. طيب هنرجع بقى ايه لمرجوعنا في الكنترول شارت كده، مثال الناس الحمد لله ابتدت تفهم يعني ايه الكنترول شارت وطبقتها معايا على الميني تاب. واي حد عنده اي سؤال يساله واحنا جاوبنا. ونرجع بس ايه بقى للمشكله، في حاجه بس عايز اقول لكم عليها. احنا امبارح لما جينا خدنا الفاريبلز شارت عرفنا الخواص بتاعتها، عرفنا الخواص بتاعتها. طيب
هنرجع بقى للباور بوينت على حاجه عايز اقول لكم عليها مهمه قوي كده. الكيس ستادي خلاص، شايفين الدياجرام الجميل ده؟ كل الناس بقى تركز معايا، كل الناس تركز معايا، كل الناس معايا، الناس كلها معايا. الصوت واضح؟ الصوت واضح؟ كل الناس تركز معايا. أول خطوة أنا عايز كل الناس من خلال الموبايل بتاعها تصور الصفحة دي. كل الناس تصور الصفحة دي بس كده على الموبايل. كله تمام، كله تمام. كل الناس صورت. أنا هرجع بقى كده عشان أقولهم خطوة خطوة كده مع بعض. كده نبتدي بقى نشرح الفرق. السؤال أستاذ عاطف كان بيسألني يعني إيه هندسة الفرق ما بين اليو، إمتى أستخدم اليو وإمتى أستخدم السي ولا البي ولا الإيه؟ هنقول دلوقتي كل حالة قصدي إيه من كل حالة. إحنا قلنا إن أنواع الداتا المستخدمة في الكنترول شارتس ثلاث أنواع أهم، الميجر ماشي والبروبوشن والكاونت. الميجر المتقاسة، البروبوشن يعني نسبة أو حد، الكاونت يعني العدد. طيب نركز بقى في اللي انا كاتبه. الميجر اللي احنا خدناها امبارح، اللي احنا خدناها امبارح اللي هي ايه؟ السنجل ريبليكيت. زي ايه السنجل ريبليكيت؟ اللي هي الاي ام ارشر، اللي هي ايه؟ الانديفيدوال موفينج رينج شارت. كل الناس فاهمه؟ طيب طب المالتي ريبليكيت اللي هي ايه؟ الخريطتين الاكس بار اند ار شارت والاس شارت. فالاستاذ اللي كان بيسال بيقول لي هندسه انت ليه معنى الاكس بار؟ معنى الاكس بار، الاكس بار اللي هو خاص بالمالتي ريبليكيت. سؤال الاستاذ اللي كان بيسال يعني ايه هندسه الاكس بار؟ الاكس بار اللي هو الخاص بالمالتي ريبليكيت، يعني عندي اريات ايه متعدده اكتر من 10، السامبلنج اكتر من 10 او بتنحصر من 1 ل 10. تمام، ده يعتبر مالتي ريبليكيت. طيب والسنجل ريبليكيت اللي هو ايه؟ لما تكون الان بتساوي 1. اللي انا قلت لكم 90% من الشغل بيبقى عينه بستخدم فيها ايه؟ الاي ام ار شارت. طيب كده عرفنا الميجرد. يبقى الميجرد عندي نوعين، السنجل ريبليكيت والمالتي ريبليكيت. السنجل ريبليكيت اللي انا بطبق فيه الاي ام ار شارت اللي هي الانديفيدوال موفينج رينج شارت اللي هي بتساوي ال ان ايه؟ بواحد. طيب المالتي ريبليكيت اللي هي الاكس بار ار شر والاكس بار اند اس شر اللي هي ال ان اكبر من واحد وال ان لما تكون من واحد لعشر. اللي عنده مشكله يقول لي مشكله قبل ما اخش على البروموشن. تمام؟ اهو الاستاذ ايهاب اهو بيقول لي ماشي خلاص انا كده عرفت هندسه معنى الاكس بار. يبقى الاكس بار خاصه بالمالتي ريبليكيت. طب المالتي ريبليكيت ده جاي منين؟ جاي من الميجر، جاي من الميجر. يبقى الميجر عندي نوعين، الداتا اللي انا بستخدمها. مهم قوي الدياجرام ده، هيخليكم تفهموا كل الكنترول شارت وامتى استخدم دي وامتى دي وامتى دي وكل حاجه، كل حاجه هتفهمها من الدياجرام ده.
يعني اللي ما فهمش من التطبيق على الميني تاب هيفهم من خلال الدايجرام اللي انا رسمه ده. تمام؟ طيب الدايجرام واضح ليكم على الشاشه ولا برضو الشبكه وحشه؟ اصل النهارده باين في مطره او الجو مش حلو النهارده ولا مش عارف، الجو يعني متقلب الايام دي. طيب الصوره واضحه؟ الدايجرام اللي انا عامله ده واضح؟ الداتا عندي ثلاث انواع، ميجر وبروبوشن وكاونت. الميجر سنجل ريبليكيت ومالتي ريبليكيت. السنجل ريبليكيت بطبق فيه الاي ام ار شارب اللي هي الانديفيدوال شارب اللي هي الانديفيدوال موفينج رينج شارب اللي هي الان بتساوي واحد. معنى الان يعني سامبل، كلنا بقى دلوقتي بقينا سامبل، الان اللي هي السامبل ماشي. طيب والمالتي ريبليكيت اللي هي الاكس بار اند ار شارب والاكس بار اند اس شارب، ودول لما تكون لين اكبر من 10 ولما تكون لين من 1 ل 10. تمام كده مفيش مشكله. نيجي بقى للايه، للنوع الثاني اللي هو البروبوشن. البروبوشن ده نسبه او حجم، عندي بينقسم لحاجتين. فاكر لما قلت لك بص في الخريطه بتاعه الشرق هتلاقي على جنب كده مكتوب حاجه اسمها بروبوشن وسامبل سايز، شفتوها؟ ما قلت لكم انا هشرح يعني ايه بروبوشن، هشرحها بقى دلوقتي. ايه هشرحها دلوقتي؟ البروبوشن عندي نوعين، سيم سامبل سايز زي الخانة بتاعت ال ان بي لما كان سامبل سايز واحد اللي هو كان الالف، مش كان سيم سامبل سايز؟ نرجع للشيت تاني ولا فاكرين؟ ارجع لشيت الاكسل تاني، الخريطة بتاعت ال ان بي لما كانت كلها الف يعني سامبل سايز واحد، سيم سامبل سايز، سامبل سايز كان واحد، اختار ال ان بي شرط. يعني لما يكون السامبل سايز بتاعي واحد اختار ايه في خرايط البروبوشن؟ ال ان بي شرط. متهيألي واضح ده، متهيألي بقى كده يعني وضحت قوي. طيب لما يكون عندي السامبل سايز مختلف، ارقام مختلفه مش زي 1000 1000 1000 لا، ارقام بقى مختلفه، اختار البي شرط. اللي مش فاهم يكتب لي مش فاهم عيد قبل ما اخش في الكاونت. كله فاهم؟ فاهمين يا شباب؟ مهم جدا الدايجرام ده، عشان كده قلت لكم صوروه. كل الناس فاهمه؟ طيب في حد مش فاهم حاجه؟ عندي الكاونت برضو نوعين، الكاونت يعني العدد، سيم اوبورتيونيتي وديفرنت الديفرنت اوبورتيونيتيز، سيم اوبورتيونيتيز وديفرنت اوبورتيونيتيز. خلاص اعيد تاني، حد عايز اعيد تاني اي خطوه؟ البروبوشن عندي نوعين، سامبل سايز وديفرنت سايز. السامبل سايز لما يكون السامبل سايز واحد، رقم واحد، بنستخدم ال ان بي شارب. طب والديفرنت سامبل سايز لما يكون السامبل سايز مختلفه، بنستخدم البي شارب. وممكن تبص على شيت الاكسل اللي انا حاطه، ممكن تبص ويبقى ريفرنس ليك شيت الاكسل الارقام اللي انا كاتبها، الارقام اللي انا كاتبها. طيب واللي ما صورش الجدول يصوره، اللي قصدي اسف اللي ما صورش الدياجرام يصوره، يصوره بالموبايل
عشان ما ينساهوش، يصوروا وبعد ما المحاضرة هتخلص عايزه يرسمه بإيديه، يعني يصور ويحاول يستخدم السمارت ارت ويرسمه بإيديه عشان تبقى المعلومة ثابتة بقى في دماغه. خلاص؟ طيب الكاونت برضو نوعين، سيم اوبورتيونيتيز وديفرنت اوبورتيونيتيز. السيم اوبورتيونيتيز هستخدم السي شارت، هتبقى هي كولم واحد اللي هي كولم واحد، نفس الاوبورتيونيتي بحط لها نفس الايه الارقام بتاعت العيوب. لو فتحت السي شارت في جدول شيت الاكسل هتلاقيه كولم، تمام؟ سيم اوبورتيونيتي، فتحته شيت الاكسل بتاع سي شارب، تفاعلوا معايا من الشات، تمام؟ تمام، هتلاقوه ايه؟ سيم اوبورتيونيتي، مديني خانة واحدة اللي هي النمبر ديفكت، صح؟ تمام. طب لما تكون ديفرنت اوبورتيونيتيز بستخدم ايه؟ اليو شارب. كده بقى بعد انا لما خلصت الدياجرام ده متهيألي كل الناس اللي كانت بتسأل الفرق ما بين اليو والبي والان بي والسي وكله واضح. كده بقى ده الفرق ما بين السبع خرائط، امتى استخدم ده وامتى استخدم ده وامتى استخدم ده. يبقى انت حددتها من خلال الدياجرام وحددتها من خلال العلاقات وطبقتها على الميديتاب والاكسل، يبقى يعني كده خلاص، تمام؟ طيب في حد مش فاهم حاجه في الكنترول شارتس؟ شابتر كبير وفي شغل وفي تطبيق، عايزكم بقى النهارده يعني تحاولوا تبتدوا في الفاينل بروجكت. انتوا كده في لميتوا الدنيا، انتوا كده خلاص مهيئين اللي انتوا تعملوا بروجكت كده. قبل ما اخش دلوقتي في المراجعه بتاعه الفاينل بروجكت، في ناس او في اي حد معانا حاضر النهارده المحاضره الاخيره، خلي بالكم انا كده خلصت المنهج، انا كده خلصت المنهج. في حد مش فاهم حاجه في الكنترول؟ في حد مش فاهم حاجة في الكنترول؟ أنا كده خلصت المنهج وهعمل المراجعة بقى بتاعت الفاينل بروجكت. بس قبل ما أعمل المراجعة بتاعت الفاينل بروجكت، الأمثلة يا أستاذ إيهاب عايز مثال على الميجرد والبروبوت، ما أنا شرحت، مش انا شرحت الاي ام ار مش الخرائط كلها اللي احنا طبقناها، كل نوع خريطه من دول هو المثال. يعني الاتريبيوت ده في الخواص. سؤال استاذ حسام عبد الله، سؤال جميل جدا جدا جدا، الله ينور يا استاذ حسام. استاذ حسام خلي بالكم بيسال اسئله جميله يعني تعجبني، بيقول لي هندسه انا امتى استخدم الاتريبيوت وامتى استخدم الفاريبلز؟ طيب هقول لك بقى السؤال بتاعك ده، كل الناس تركز معايا عشان السؤال ده جميل جدا جدا. من خلال المثال دي اخر صفحه عندنا في امثله لاختيار خريطه التحكم المناسبه لبعض الحالات الصناعيه، انا مدي مثال سهل كده وعايز كل الناس ايه تبتدي ايه تتفاعل معايا في المثال ده. لو انا عندي الحاله، انا بجاوب على السؤال بتاع استاذ حسام يقول لي هندسه امتى ده خواص وامتى ده متغير، انا عندي جدول زي اللي انتوا شايفينه ده، انا كنت مخلي الجدول دوت لبعد ما نخلص خالص، اي حد عايز يسال في الميني تاب، بس استاذ حسام راح سائل السؤال وخلاني ارجع للجدول بسرعه. هو اعتبر ده اخر حاجه عندنا، يعني اخر جدول ده عندنا في الكنترول.
لو انا بصنع لوحات لوحات اعلانيه، لوح الاعلانات اللي هي في الشوارع دي كل الناس طبعا عارفاها، وتبص على اللوحه دي لقيت فيها ايه؟ عيب، سواء عيب كتابه او عيب اي حاجه. نرجع بقى لمرجوعنا تاني، الجدول اللي احنا بنقول عليه امثله للسؤال بتاع استاذ حسام، امتى استخدم الاتريبيوت وامتى استخدم الايه الفاريبلز. الاتريبيوت دي للخواص، يعني لو انا بصنع لوحه اعلانيه اللي هي بتتعلق في الشوارع دي وفيها عيوب، هتبقى دي ايه؟ خرائط تحكم خواص، يبقى انا هستخدمها هنا خواص، والخواص عندي اللي هم الاربع خرائط. تمام. طب لو انتاج افران كهربائيه معيبه، خواص برضه، خواص. طب لو مقاومه كهربائيه بقى، لا ده المقاومه الكهربائيه ديت تولز بنقيس بيها، ليها تولز بنقيس بيها. المهندس اسامه قال لنا المقاومه الكهربائيه والاحجام والاوزان والاطوال كل دي فيريبلز، يبقى دي ايه؟ تغيرات. طيب لو اوزان العبوات الغذائيه متغيره، يبقى فهمت قصدي يا استاذ حسام؟ امتى نستخدم الخواص وامتى نستخدم المتغيرات من خلال المثال اللي انا اديته لك ده؟ امثله اهي، من خلال الامثله اللي انا اديتها لك دي. تمام؟ تمام كده هو فهم الحمد لله. طيب نرجع بقى كده، حد عايز يسأل في الكنترول قبل ما ابتدي في الريفيجن، قبل ما ابتدي في الريفيجن. استاذ شريف آسر، الكاونت والبروبوشن، ما هو الكاونت ما انا عندي نوعين. انت يا استاذ شريف، انا الكاونت عندي نوعين، لا اما سيم اوبورتيونيتي لا اما ديفرنت اوبورتيونيتي، من خلال الداتا اللي انت حاططها. لو اوبورتيونيتي واحده هتستخدم السي شارب، لو ديفرنت اوبورتيونيتي مراحل كتير مختلفه هتستخدم اليو شارب. ده في الكاونت، ده في الكاونت. البروبوشن بقى، البروبوشن مش انت عندك في البروبوشن سيم سامبل، لما تكون سامبل واحده برقم معين، رقم واحد زي القلب، يبقى بستخدم سيم سامبل سايز اللي هو بستخدم فيه الان بي شارب. طب لما الديفرنت سامبل سايز، السامبل سايز يكون مختلف، تمام، وعندي فيه اتنين كولم، يبقى انا هستخدم البي شارب. فهمت قصدي يا استاذ شريف؟ ده سؤال احنا لسه مجاوبين عليه. استاذ شريف حضرتك كنت بتسال الفرق ما بين الكاونت والبروبوشن، وامتى بطبق ده وامتى بطبق ده؟ من خلال السامبل سايز، ومن خلال السيم اوبورتيونيتي او الديفرنت اوبورتيونيتي، يبقى الكاونت خاصه بالاوبورتيونيتي. يا استاذ شريف الكاونت خاصه بالاوبورتيونيتي، والبروبوشن خاصه بالسامبل سايز. عشان كده لما جينا رسمنا الشارت بتاعت البروبوشن كان بيكتب لك على الجنب في الكولم بروبوشن، ولما جينا رسمنا الكاونت كان بيكتب لك على الجنب كاونت سامبل سايز. تمام استاذ شريف فاهم ولا حضرتك عيد تاني؟ لا ما بتتربطش استاذ شريف، انت ما بتربطش الفيريبل بالبروبوشن ابدا، دي حاجه ودي حاجه. ده انا لسه مديك المثال اهو بتاع الخواص والمتغيرات، الخواص دي حاجه والمتغيرات دي حاجه، الاثنين ما بيتقابلوش في نقطه واحده ابدا. تمام استاذ شريف، مفيش بروبوشن في الفيريبلز استاذ شريف، مفيش بروبو. تمام، الاثنين ما بيتقابلوش مع بعض، البروبوشن حاجه. مش انا قلت لك ان الداتا ثلاث انواع؟ الداتا المستخدمه في الكنترول شارت ثلاث انواع، ميجر وبروبوشن وكاونت، ما ينفعش ادمج اي واحده مع الثانيه، دي ليها شغل ودي ليها شغل ودي ليها شغل.
تمام؟ تمام؟ طيب كده بقى كل الناس الحمد لله قدرت تفهم يعني ايه كنترول شارتس، وامتى استخدم الداتا اللي موجوده تحت ايدي في الكنترول شارتس، الفاريبلز متغيرات، وقلنا المتغيرات احجام اطوال سيكنس. انا عن نفسي في مجال عملي بستخدم دايما ايه الفاريبلز، ما بستخدمش الخواص، بستخدم الفاريبلز اللي هم الثلاث انواع من الخرائط، الاكس بار نوعين الار والاس، والاي ام ار اللي هي الايه الانديفيديوال شارت، الانديفيديوال موفينج رينج شارت اللي هي الاناب واحد. انا دايما بستخدم الفاريبلز. في ناس بتستخدم الخواص الاتريبيوتس، عادي ممكن استخدم الخواص. فالخواص عندي لإما استخدم لها بروبوشن او كاونت، يبقى الخواص عندي اما بستخدم لها البروبوشن او الكاونت، وما بيتلاقوش برضه في نقطه واحده، ما بيتلاقوش في نقطه واحده، يعني البروبوشن حاجه والكاونت حاجه. الكاونت دي خرايط السي واليو، والبروبوشن دي خرايط الان بي والبي، مع اختلاف ايه ده سيم وده ديفرنت، ده سيم سامبل سايز وديفرنت سامبل سايز بالنسبه للبروبوشن. طيب بالنسبه للكاونت سيم اوبورتيونيتي وديفرنت اوبورتيونيتي. ايه النت فصل تاني؟ النت فصل تاني كده يا شباب ولا ايه؟ يعني انتوا كده مش سامعيني ولا شايفيني؟ طيب كده الحمد لله كل الناس فهمت، كل الناس فهمت الكنترول شارتس، وفهمت ازاي تطبقه، وفهمت ازاي بنفرق ما بينه، وفهمت انواع الداتا المستخدمه في الكنترول شارتس. عايز بقى طالب منكم بقى دلوقتي كل الناس تقفل بقى الصفحه بتاعت المينيتاب والكنترول شارت، وعايزين بقى ايه نعمل ريفيجن سريع على المنهج او الفاينل بروجكت. هعمل ريفيجن دلوقتي على الفاينل بروجكت. احنا قلنا ان الفاينل بروجكت هو يعتبر شغلك العملي، هو يعتبر شغلك العملي. الفاينل بروجكت الشغل العملي اللي بيتطبق في الفاينل بروجكت في مجال عملك اهم من اللي انت تحط المعلومات في دماغك وتخزنها وما تطلع فايدتها ايه. احنا بندرس عشان ايه نطور ونشتغل ونطبق في مجال شغلنا، ده الهدف من الدراسة. الهدف من الدراسة ليس الشهادة، الهدف من الدراسة التطبيق العملي، التطبيق العملي وتنفذ اللي انت درسته في مجال عملك. عشان كده انا طلبت فاينل بروجكت. هو يعني انت ايه يا هندسة طالب مننا بروجكت يعني؟ لا ده انا طالب منك بروجكت لهدف، انا طالب منك بروجكت لهدف، عايز اعرف مدى استيعابك لمنهج السكس سيجما في خلال. احنا بقى لنا شهر ونص بندرس دلوقتي، بقى لنا شهر ونص شغالين على المنهجيه. عايز اعرف انا من في خلال الشهر ونص ده انت قدرت تفهم حاجه مني في المنهجيه بتاعت السكس سيجما وطبقتها ولا لا؟ عشان كده كنت كل ما ادي حاجه اقول لك ايه؟ طب اعملها لي في مجال شغلك، اعملها لك طبقني في مجال عملك. ده الهدف. انيشال اسيسمنت مجال عملك، الديفاين مجال عملك، في مجال عملك، الاناليز مجال عملك، الامبروف مجال عملك، الكنترول
بطلب برضه في مجال عملك، هتعمل لي خريطه في مجال عملك هتطبق لي فيها ايه الفاريبلز او البروبوشن او الكاونت، يعني شوف انت بقى عايز تعملها لي خواص براحتك، عايز تعملها لي متغيرات براحتك، المهم انا طالب حته خريطه كنترول شارت تتحط في البروجكت وتحدد لي اسمها، وبعد ما تجيب لي الناتج البيانات الثلاثه اللي هو الابر كنترول واللور كنترول والتارجت او المين او الافرج او السنتر لاين، تحدد لي اذا كانت العمليه دي طبيعيه ولا تحقق من السبب دي نورمال بيهيفير ولا انفستيجيت كوز. خلاص طيب هنبتدي بقى نراجع من اول خالص الفاينل بروجكت المطلوب. الفاينل بروجكت زي ما قلت لحضراتكم عليه 30 درجه، هيتبعت لي كامل مش هبص فيه هندسه، ما حدش حد يضحك عليا هندسه انا عملت الديفاين وعملت الميجر بس معلش ده انا نسيت اعمل الانالايز لان ما حضرتش في المحاضره الفلانيه، لا ده انا مشير على صفحتي في الفيس كل المحاضرات اللي فات، انا مدي 12 محاضره النهارده المحاضره ال 12 كل المحاضرات بتاعتنا على الصفحه على صفحتي وعلى صفحه الشركه بي اي ام عربي موجود عليها كل الفيديوهات، والمهندس حسام باعت كل الفيديوهات على الجروب يوتيوب، يعني انا دلوقتي عايز الفاينل بروجكت كامل. انتوا معايا ولا النت قاطع برضو؟ سامعيني يا شباب؟ سامعيني؟ سامعيني؟ طيب يبقى انا كده دلوقتي بقالي شهر ونص بشرح الدماغ اللي هي موجوده على الشاشه دلوقتي اهي في الباوربوينت، بدأنا بالديفاين ودرسنا فيه شويه حاجات، والميجر درسنا فيه شويه حاجات، والاناليز درسنا فيه حاجات، والامبروف درسنا فيه حاجات، والكنترول درسنا فيها حاجات. الهدف من السكس سيجما الخمس مراحل اللي موجودين دول، كل الناس تركز بقى، يعني الكلام اللي انا هقوله ده الخلاصه بتاعت الشغل النهارده، المحاضره اللي انا هقوله في المحاضره ده من بدايه من ده خلاصه اللي انت هتعمله في الفاينل بروجكت اي في مجال عملك. اوعى تجيب لي مثال اديته او تمرين وتقول لي ده الفاينل بروجكت، انا عارف انا بدي ايه كويس، انا عارف الاكزامبلز اللي انا بحطها وبقول لكم حلوها التمارين. اوعى تجيب لي تمرين زي ما حصل الاسبوع اللي فات وانا ما رضيتش اكتب على الجروب واتكلم، حوالي 10 او 12 واحد مش فاكر جايبين لي البروسيس كابابيلتي التمرين ويقول لي ده مجال عملي، ده تمرين انا مديه يعني ارقام مديها لك تضحك عليا وتقول لي الارقام دي في مجال عملي ينفع؟ بس انا ما رضيتش اقول، بصيت فيها وعملت لهم تمام وعمل الراجل اللي هو بيعمل اوكي دوت وخلاص. هقول له ايه طيب؟ اقول له انت واخد التمرين اللي انا مديه عشان تحل هوم وورك وتقول لي فاينل بروجكت، انا طالب اللي انت تبعته لي في مجال عملك، في مجال عملك يعني بارقامك انت استنتاجاتك انت شغلك انت، ما تاخدش التمارين بتاعت الهوم وورك الاسبوعيه اللي انا بديها وتيجي تحطها لي في الفاينل بروجكت وتقول لي هو ده الفاينل بروجكت يا هندسه اديني ال 30 درجه، ساعتها اقول لك لا، لان انا عارف الارقام اللي انا بحطها ايه، دي ارقام من شغل انا، ارقام بحطها من انا، يعني يعتبر الارقام ده انا اللي مالفها، هتاخدها انت وتحطها لي في الفاينل بروجكت وتقول لي هو ده اللي انا جبته في مجال عملي، لا طبعا، لا طبعا. أنا عايز كل واحد يستفيد، عايز كل واحد يستفيد من الكورس
ويطبقه شغله ويجيب ارقام ويحلل ويعمل اللي احنا عملناه من شهر ونص بدايه من الديفاين، ويعمل ديفاين بروبلم اند اوبجكتيفز زي ما مكتوب كده هنا، يعني بعرف المشكله والاهداف وبعمل الميجر وبقى ازاي اقيسه وبجيب جدول بيانات مجمعه وبعمل الباريتو. عايز الشغل بقى اللي احنا شرحناه من يعني الشغل اللي احنا قاعدين بكل مره اعيد وازيد، قبل ما ابتدي المحاضره اعيد لكم على القديم كل اللي انتوا فهمتوه، واللي نسي حاجه يرجع للفيديو، واللي نسي حاجه يرجع للكتابه اللي كاتبها، النوتس اللي كاتبها. عشان كده كنت بقول لكم دايما اكتبوا المعلومه دي، اكتبوا الحاجه دي. ليه؟ كورس هيخلص، الريفرنس ليك، عايز تعمل حاجه في مجال شغلك فبتضطر ترجع للي انت كتبته وتشوف الفيديو وتشوف المهندس اسامه كان بيقول ايه. ربنا ان شاء الله ممكن يعني نعيد الكورس تاني ونعمل كورس جديد، نتفق مع المهندس عمرو سليم ونشغل الشركه وربنا يسهل، واشرح لكم حاجات جديده، اشرح لكم حاجات جديده واضيف حاجات جديده. يعني احنا ما شرحناش الكايزن وما شرحناش اللين مانيفاكشن، عايزه كورس تاني. الحاجات اللي انا بقولها دي عايزه كورسات تانيه. تمام، هنبتدي نشوف اللي احنا شرحناه ونظبط. عايز اتكلم بس في الفاينل بروجكت، اتكلم يا استاذ علي، وبعد ما اتكلم اللي عنده اي سؤال في الفاينل بروجكت يقول. تمام، طيب احنا اول حاجه خدناها في المنهجيه الديفاين، وقلنا قبل ما نعمل الديفاين لازم نعمل حاجه اسمها انيشيال اسيسمنت، وكل الناس عملته. والانيشيال اسيسمنت كانت مكوناتها ايه؟ كانت مكوناتها اربع حاجات، نفتكرهم بقى مع بعض. اقعد اتكلم واعيد وازيد اهو، عشان ارجوك اللي مش هيعمل الفاينل بروجكت زي ما انا عايز، يعني ايه؟ انا شرحت وتعبت وقلت يتعمل كذا وكذا وكذا، ما يجيش بقى حد يقول لي لا ما مش عارف، معلش سامحني. ما يجيش حد يضحك عليا زي الاسبوع اللي فات ويجيب لي التمارين ويقول لي دي فاينل بروجكت، لان هو كده بيضحك عليا. انا عارف الارقام اللي انا حاططها وعارف انا حافظها اصلا، فما تجيبش الارقام بتاعتي وتحطها لي وتيجي تقول لي هي دي البروسس كيبابيلتي في مجال عملي. لا، ده مش مجال عملي، دي ارقام انا حاططها، دي ارقام انا حاططها. تيجي تقول لي هندسه الفاينل بروجكت اهو اديني بقى ال 30 درجه، اقول لك لا مش هديك ال 30 درجه، لان انت بتضحك عليا، الارقام دي بتاعت انا عايز اشوف ارقامك انت، عايز اشوف شغلك انت. انت في خلال الشهر ونص ده استفدت مني ايه؟ عرفت مني ايه؟ طبقت ايه؟ تمام؟ فالانيشال اسيسمنت اربع حاجات. خدنا الدي بي يو، ايه هي الدي بي يو؟ اللي هي الديفكتس بير يونتس. تمام، وقلنا ان الديفكتس بير يونتس اللي هي ايه؟ النمبر ديفكتس على النمبر اوف يونتس. ولما عملنا الجدول الكبير وحددنا اليونتس وحددنا الديفكتس بير اوبورتيونيتي وعرفنا تتعمل ازاي، يبقى حضرتك هتعمل لي اول حاجه، اكتبوا بقى معايا يا ريت كلكم كله يكتب بقى النهارده بالذات، عايز كل الناس تكتب. يا استاذ علي هقول لك ازاي تحسب السيجما ليفل، عايز كل الناس تكتب. استاذ علي بيسال هحسب السيجما ليفل ازاي، اكتب معايا واكتبوا كلكم معايا خطوات، صفحه كده جميله اكتبوا خطوات الفاينل بروجكت او الفاينل بروجكت، ايه الخطوات اللي هحطها في الفاينل بروجكت. اول حاجه
هتعمل في صفحه حاجه اسمها الانيشال اسسمنت. الانيشال اسسمنت التقييم المبدئي اللي انت بتعمله لما تكاري التيم وتخش في المكان وتشوف تحسب السيجما ليفل عشان تعرف ان المكان دوت على كام سيجما. هفكركم القديم اللي احنا خدناه من شهر ونص. احسب اول حاجه في السيف في الانيشال اسسمنت الدي بي يو اللي هي الديفكتس بير يونتس ايكوال النمبر ديفكتس على النمبر اوف يونتس. كله يكتب دي بي يو اللي هي الديفكتس بير يونتس ايكوال النمبر ديفكتس على النمبر اوف يونتس. طيب الدي بي او اللي هي الديفكتس بير اوبورتيونيتيز. الدي بي او اللي هي الديفكتس بير اوبورتيونيتيز ايكوال دي بي يو على النمبر اوف اوبورتيونيتيز. طيب الدي بي ام او الدي بي ام او اللي هي الديفكتس بير مليون اوبورتيونيتي بتساوي الدي بي او في 10 اس 6. اللي كتب يقول لي كتبت، واللي ما كتبش واللي ما لحقش يكتب يقول لي عيد هندسه. كله كتب، كله كتب الثلاث قوانين بتوع الانيشال اسسمنت. تمام. الاستاذ علي كان بيقول لي انا ازاي انا نسيت السيجما ليفل بتتحسب ازاي. كان في كالكوليتر شيت انا كنت بعته. اي حد معانا دلوقتي يشيره يخش كده على الموبايل في الجروب هيلاقيني بقى فايل اسمه كالكوليتر شيت، يشيره للناس تاني عشان تفتكر. يطلع كده فوق، يجري شويه فوق كده في الواتس على الجروب هيلاقي كلمه كالكوليتور شيت يشيرها عشان بحط الداتا دي في الكالكوليتور شيت اللي هي النمبر ديفكت والنمبر يونت والنمبر اوف اوبورتيونيتي بحطها في الكالكوليتور شيت. تمام. وبحسب السيجمال. يبقى أول حاجة قبل ما أخش وأعرف المشكلة وأعمل define problem هعمل initial assessment. هعمل initial assessment للمكان اللي أنا شغال فيه، سواء مكان صناعي أو مكان تجاري أو مكان خدمي. هعمل initial assessment احسب الدي بي يو الديفكتس بير يونتس ايكوال نمبر ديفكتس بير نمبر يونتس. دي اول قانون. القانون الثاني الدي بي او الديفكتس بير اوبورتيونيتيز ايكوال دي بي يو بير نمبر اوف اوبورتيونيتيز. الدي بي ام او اللي هي الديفكتس بير مليون اوبورتيونيتيز ايكوال دي بي او في 10 اس 6. وبجيب الكالكوليتور شيت بحط فيها النمبر اوف ديفكتس والنمبر اوف يونتس والنمبر اوف اوبورتيونيتي وبحسب السيجما ليفل. بعد كده النقطة الثانية قبل ما اخش على الديفاين بعمل البروسيس فلو شارت دياجرام. اكتب ارسم البروسيس فلو شارت دياجرام، وكل حضراتكم رسمتوه وبعتوه في مجال عمل. يبقى
البداية initial assessment وبروسيس فلو شارت دايجرام. تمام؟ كل الناس بتكتب؟ تمام. بعد كده بفتح صفحة جديدة وورد او باوربوينت. شوفوا انتوا هتبعتوا على وورد هتبعتوا على باوربوينت، المهم انا عايز الحاجة بي دي اف على الميل، وتكتب الديفاين، يعني صفحة بعنوان الديفاين، وما تكتبش حاجة تحت الديفاين، هي صفحة كده بيضة في الاول وفي النص الصفحة الديفاين. تمام؟ زي اول حاجة initial assessment، وبعد كده تعمل مش في نفس الصفحة، صفحة تانية تعمل لي جدول وتكتب القوانين. طب هنيجي في الديفاين، صفحة بيضة في الديفاين في النص، وتفتح صفحة جديدة تقوم حاطط لي فيه السايبوك. الصفحة الجديدة هنكتب فيها السايبوك. الناس معايا بتكتب اللي انا بقوله ولا لا؟ محدش بيتفاعل معايا على الشات. طيب صفحة جديدة أحط فيها الديفايند، وبعد كده صفحة تانية أحط فيها السايبوك، وصفحة تالتة أحط فيها الفويس أوف كاستومر. وعرفنا الفويس أوف كاستومر بنجيبه إزاي؟ من قسم السيلز، يا إما أبر سبيسيفيكيشن ليميت ولور سبيسيفيكيشن ليميت، نسبتين تحطهم لي تكتبهم لي كده، اللور كذا والأبر كذا سبيسيفيكيشن ليميت، أو السيرفي الكاستومر سيرفي الجدول اللي احنا بنحطه. عايز تعمل دي ماشي، عايز تعمل دي ماشي. انا بقول اهو الخطوات عشان اللي هيعمل لي حاجه غير اللي انا بقولها دلوقتي هتبقى غلط، هتبقى غلط. يبقى في الديفاين صفحه بيضاء، واعمل ديفاين في النص، وانقل على صفحه ثانيه اعمل فيها السايبوك، وصفحه ثالثه احط الفويس اوف كاستومر. ده اللي انا هعمله في شابتر الديفاين. مفيهاش مشكله كده. تمام؟ تمام. انقل على الميجر. انقل على الميجر. صفحه برضو فاضيه احط الميجر في النص. واجي على صفحه ثانيه. اعمل جدول البيانات المجمع اللي احنا عرفنا بنجيبه ازاي؟ اللي احنا بنقيسه. جدول البيانات المجمع، سواء بقى كانت البيانات دي عيوب، سواء البيانات دي اوزان، سواء انت الجدول هتعمله. فاكرينه طبعا جدول البيانات المجمع اللي احنا كنا بندخل معاه ايه؟ الباريتو شارت. احط المراحل، احط العيوب اللي انا كشفتها، وبرسم الباريتو شارت. كل الناس معايا افتكرت؟ كل الناس فاكره الميجر؟ طالب فيه حاجتين، جدول البيانات والباريتو شارت. جدول البيانات والباريتو شارت. تمام؟ تمام. امبارح في حاجة حصلت يعني أنا زعلت منها جدا، وكتبت للي بعتها لي أنا زعلان جدا جدا لأن أنا شرحتها 10 مرات. الحاجة دي تخص الأنالايز. طبعا اكيد قريتوا الكومنت ده. مين اللي قرا الكومنت اللي انا كتبته على الجروب امبارح وقلت انا زعلان جدا جدا من الشخص اللي بعت لي البروسيس كيبابيلتي؟ مين اللي قراها؟ حد شافها؟ مش متابعين الجروب، محدش متابع الاجابات ولا حد متابع الجروب. الله يكون في عمقه برضه الدراسه والشغل. حد شاف الكومنت اللي انا كتبته لزميلكم وقلت له انا زعلان منك جدا جدا؟ على جروب اتنين او جروب واحد، مش فاكر والله، مش فاكر والله اني جروب. طيب انا مش هقول ليه، بس انا هشرح دلوقتي ايه المطلوب في الانالايز، واكيد انتوا فاهميني قصدي ايه، يعني اكيد اللي كتب لي ايوه دلوقتي على الشات فاهم قصدي يعني. الاناليز، الاناليز اكتب فيه
برضو صفحه بيضه احط فيها كلمه الانالايز، انقل على الصفحه اللي بعديها، اعمل ايه في الصفحه اللي بعديها؟ البروسيس كيبابيلتي، وهشرح للمره الحتشر البروسيس كيبابيلتي، هشرحها للمره المليون، لان الناس برضو بتغلط، والناس برضو يعني انا مش عارف، دي سهله العلاقه بتاعت البروسيس كيبابيلتي سهله ما فيهاش اي مشكله، ليه الناس بتغلط فيها؟ مش عارف. البروسيس كيبابيلتي عندي بي بي كي اللي هي البروسيس بيرفورمانس اندكس، اللي هي البروسيس بيرفورمانس اندكس، لما تكون البي بي كي اكبر من واحد كيبابل، اكتبوا ورايا، البي بي كي اكبر من واحد كيبابل، طب الواحد اقل من البي بي كي هتبقى ايه؟ كيبابل، هي هي والله هي هي، واحد اقل من البي بي كي كيبابل، بي بي كي اكبر من واحد كيبابل، يا ريت تكتبوها، واحد اكبر من البي بي كي كيبابل، بي بي كي اكبر من الواحد كيبابل، تمام؟ يعني كيبابل لما تكون فوق الواحد اهي، يلا بقى يعني اي عدد فوق الواحد يبقى كيبابل، ممكن تكتبوها كده، سيبكوا اكبر منه واصغر منه عشان الناس اللي بتتلخفن ما بين العلاقات، اكتبوها كده عشان الناس ما تتلخفنش، البي بي كي اي عدد للبي بي كي اكبر من الواحد، يعني لو 1.1 1.2 1.5 1.2 3 4 اي عدد اكبر من الواحد يبقى كيبابل، عشان محدش يغلط فيها تاني، خلاص؟ ولما تبقى من زيرو لواحد نيد امبروف، لما تبقى من زيرو لواحد نيد امبروف، وبالماينس ريهابيليتيشن إعادة تأهيل، ريهابيليتيشن بروسيس بعيد إعادة تأهيل العملية، خلاص؟ يبقى أفتح صفحة جديدة واحط فيها ايه؟ الانالايز، اول حاجه في الانالايز اعمل البروسيس كيبابيلتي في الصفحه الثانيه الجديده، تاني الصفحه الثانيه احلل البروسيس كيبابيلتي، الصفحه الثالثه اعمل ايه؟ الفيش بون دياجرام، ودي كل الناس بعتتها وكل الناس عملتها صح، مش عارف ليه كل الناس بتغلط في البروسيس كيبابيلتي، وهم ثلاث علاقات، يعني انا ما بقولش 100 علاقه، هم ثلاث علاقات، عايز احلل البروسيس كيبابيلتي بتاعت العمليه، لما تطلع فوق الواحد تبقى كيبابل، لما تبقى من زيرو لواحد نيد امبروف، لما تبقى بالماينس ريهابيليتيشن، ايه الصعوبه في دي؟ انا مش عارف ايه الصعوبه فيها، ليه الناس بتغلط فيها؟ أرجوكم محدش يغلط في الفاينل بروجكت في البروسيس كيبابيلتي، عشان والله أنا زعلت امبارح، طيب خلاص، يبقى في الفاينل بروجكت الخطوة الثانية الأنالايز، هعمل صفحة أكتب فيها الأنالايز، الصفحة الثانية أعمل فيها البروسيس كيبابيلتي، الصفحة الثالثة أحط إيه؟ الفيش بون داجرو، خلاص؟ لا، هو ده اللي انا عايزه يا استاذ اشرف، هو ده البروسيس كيبابيلتي في صفحه والفيش بون دايجرام في صفحه، ده اللي مطلوب منك في الانالايز، الاختياري بقى هقول لك عليها يا استاذ اشرف دلوقتي، الحاجات اللي هي ترجع لها هتبقى في الامبروف ان شاء الله، خلاص؟ عرفنا الانيشال اسيسمنت هنعمل فيه ايه؟ البروسيس فلو شارت دايجرام، بعد كده الديفاين السايبوك والفويس اوف كاستمر، الميجر
جدول البيانات المجمعه والباريتو، الانالايز، البروسيس كيبابيلتي، والفيش بون ديجرا. كله معايا؟ كله بيكتب؟ كل الناس بتكتب؟ ارجو اللي انتوا تكتبوا، والله من اللي بيكتب ما هيخسر، انا بحلف بالله اللي بيكتب المعلومات مش هيخسر. شابتر 4 الامبروف، ايه اللي مطلوب في الامبروف؟ اللي مطلوب في الامبروف، احنا خدنا 4 ميثود في الامبروف. اول ميثود كانت البروسيس ماتريكس، هفكركم بيهم. تاني ميثود كانت التري دياجرام، ودخلنا فيها البلانينج ماتريكس. فاكرين ولا لا؟ تفاعلوا معايا من الشات، فاهمين ولا لا؟ فاكرين ولا لا؟ فاكرين الامبروف شرحنا فيها 4 ميثود، البروسيس ماتريكس والتري دياجرام، ودخلنا معاها البلانينج ماتريكس، وشرحنا الميثود الثالثه الاكشن بلان اللي هي الفايف واي اند تو هاو، والميثود الرابعه الفيلير مود اند افكت اناليسيس اللي هي الفيميا، اللي انا قعدت ساعتين ونص في اليوم ده في المحاضره عشان الفيميا دي، فاكرينها؟ حلو الكلام. انا شرحت في الامبروف 4 ميثود، مطلوب منكم 2، لكم مطلق الحريه اللي انتوا تختاروا لي اي 2. عايز تحط البروسيس ماتريكس مع الفيميا ماشي، عايز تحط التري دياجرام مع الاكشن بلان 5 واي اند 2 هاو ماشي. انا طالب حاجتين، انتوا لو تلاحظوا انا طالب في كل شابتر حاجتين، الديفاين طالبت حاجتين، الميجر طالبت حاجتين، الانالايز طلبت حاجتين، الامبروف انا مديك مطلق الحريه، الاربعه ميثود، البروسيس ماتريكس والتري دياجرام اند بلاننج ماتريكس والاكشن بلان الفايف واي اند تو هاو والفيلير مود اند افكت اناليسيس الفيميا، دول اربعه ميثود طالب منهم 2. تيجي برضه تفتح صفحه بيضاء امبروف وتكتب فيها الامبروف في النص، وتكتب لي الميثود الاولى في الصفحه اللي وراها والميثود الثانيه في الصفحه الثانيه. واضح؟ عشان ما حدش يالف ويعمل الفاينل بروجكت زي ما هو عايز، هيمشي بالسيكونس اللي انا بقوله وبالحاجات اللي انا قلتها، غير كده مش هبص عليه. اللي هيبعته ناقص مش هبص عليه. اللي هيالف ويبعت بقى يحط بقى حاجه من الميجر على حاجه في الانالايز على حاجه مش عارف ايه ويلخفر لي الدنيا ببعضيها، مش هبص. انا قلت الخطوات اهو وبعيدها وبقول للناس اكتبوا ورايا، اكتبوا ورايا. الكلام اللي انا عامله ده هو اللي انا عملته في البروجكت بتاعي في البلاك، وعملته في البروجكت بتاعي في الجرين، وخدت امتياز. تمام؟ اللي انا عامله ده اللي انا عملته على الاحزمه اللي انا خدتها من خلال الاي كيو اف طبعا عشان انا. تمام؟ يبقى الامبروف مطلوب منك حاجتين من 4، البروسيس ماتريكس والتري دياجرام والاكشن بلان اللي هو الفايف واي اند تو هاو والفيلير مود اند افكت اناليسيس. انا طالب حاجتين من 4، اي حاجتين انت شايفهم مناسبين الامبروف حطهم. الكنترول شارت اللي احنا شرحناه امبارح والنهارده، ايه اللي مطلوب؟ طبعا الكنترول شارت حاجه مهم، بيأكد الاستدامه في التطوير، بيأكد الاستدامه في التطوير والتحسين. ومطلوب منك في الكنترول شارت حاجتين، واحدة في الفاريبلز والتانية في الاتريبيوت بس.
طالب خريطتين، واحده في الفاريبل ايا كان النوع، هتقول هاي لي اكس ار اس اكس ار ار اي ام ار، اي واحده في الثلاثه في الفاريبل هتختار اللي بينهم واحده. وفي الاتريبيوت خدنا اربع خرائط، هتختار اللي منهم واحد اللي احنا شرحناهم النهارده، البي والان بي والسي واليو، هتختار واحد. واللي احنا شرحناهم امبارح الاكس ار الاكس بار اند اس والاكس بار اند ار والاي ام ار، هتختار لي منهم. تمام، خلاص كده انا كده هو ده. حد عنده سؤال تاني؟ كده الفاينل بروجكت خلص. حد عنده سؤال عشان خلال الاسبوع ده اللي هيعمل حاجة مختلفة عن اللي انا بقولها وهيقول لي معلش انا ما كنتش فاهم او كنتش حاضر معاك؟ الحاضر يعني يعني اللي كتب، ممكن اللي كتب الحاجات دي دلوقتي وخطه نضيف كده وجميل يحطه على الجروبات جي واحد وجي اتنين، يعني يشير خطوات الفاينل بروجكت او الفاينل بروجكت المطلوب. لان انا قبل كده بعت لكم رساله صوتيه من فتره وبعت لكم تاني وقلت تاني وتالت، وبرضه الناس ما بتلتزمش، الناس بتبقى بعتت لي حاجات ناقصه. انا مش هبص البروجكت ناقص، انا قلت لكم ما حدش يبعت البروجكت الا لما ناخد الكنترول. الناس بعتته في الديفاين والميجر، يعني ولا حطوا لي حتى الانالايز رغم ان احنا مخلصين الانالايز، ولا ما حطوليش في الامبروف. ليه؟ ماشي، عايز البروجكت في الخمس مراحل بتوع منهجيه السكس سيجما اللي هي الدماغ. خلاص، انا عايز البروجكت كامل السيجما ليفل يا استاذ اشرف، بنجيبه من الكالكوليتور شيت. خلاص، هو بيحسب لك الكالكوليتر شيت اوتوماتيك، بتحط له النمبر اوف يونتس، بتحط له النمبر اوف اوبورتيونيتي، بتحط له النمبر اوف ديفكتس، بيديك الـ بيديك الـ بيديك السيجما ليفل على طول اوتوماتيك تحسبها، وانت عارف ان الكالكوليتر شيت احنا مشيرينها وموجودين. خلاص، محدش ارجوكم في خلال الاسبوع ده، عشان يوم الجمعه هبص على الاجابات وهدي الاجابات للمهندس احمد حسام، وهو بقى يقول لكم مين اللي عدى في البروجكت ومين اللي ارجوك. البروجكت عليه 30 درجه، نسبه الحضور 20 درجه، نسبه الحضور 50 درجه، التمارين الاسبوعيه اللي انا كنت بديها الهوم وورك 20 درجه، ادي ال 100 درجه بتوع الكورس. 30 درجه للفاينل بروجكت، 50 درجة على الحضور، 20 درجة على الهوم وورك الأسبوعي اللي أنا كنت بقول لكم من خلال عملكم خدوا التمارين دي حلوها والقصة دي. كم نسبة يا عم اللي هيجيب 50% هينجح؟ يلا، كم نسبة النجاح؟ بس أنت أنجح. ما هو أنت لما الفاينل بروجكت عليه 30 درجة وأديك فيه صفر، وأنت أصلاً ما حضرتش، أنت خلاص كده ما عرفتش تجيب ال 50. هي العمليه كلها واقفه على موضوع الفاينل بروجكت، عشان كده انا حطيت عليه ال 30 درجه. عشان انا طبعا الناس اكيد ما في ناس كتير قوي ما حضرتش المحاضرات كلها. يعني انا اديت 12 محاضره بقى لي شهر ونص. قليل من كل حضر ال 12 محاضره، قليل جدا. مش كلكم. فاللي هيعمل الفاينل بروجكت صح، يا عم اللي هيعمل الفاينل بروجكت صح، انا هنجحه في الكورس ده. اللي هيعمل الفاينل بروجكت صح، هتغاضى على التمارين الاسبوعيه ولو نسبه حضوره مثلا قليله. تمام، ارجوكوا تعملوا الفاينل بروجكت بالخطوات اللي انا قلت لكم عليها. ارجوكوا لو واحد بيكتب ورايا دلوقتي الخطوات يشيرها، عشان الحاضر يعني الغايب، الحاضر يعلن الغاية. وأتمنى لكم النجاح والتوفيق، وإن شاء الله أشوفكم الأيام الجاية وهبتدي أنظم كورس جديد بالسيكس سيجما. عايز أشرح اللين وعايز أشرح الكايزن
بس هرتب لسه مع المهندس عبد، وتابعه معايا ان شاء الله. يعني كل الناس اللي حضرت معايا تتابع امتى، هشرح حاجات جديده، هشرح اساليب جديده، هقول حاجات جديده ما خدناهاش في السيكس سيجما، هتفيد كل الناس، وربنا يسهل الحال ان شاء الله. بس لسه هظبط المواضيع دي مع المنظمين والقائمين على البي اي ام ارابيا، مع المهندس عمرو سليم، وهنشوف الدنيا فيها ايه معايا. وحضراتكم طبعا هتتابعوا مع المهندس عمرو والمهندس احمد حسام امتى هنبدا في الكورس الجديد، بس طبعا مش دلوقتي، يعني لسه بقى هظبط ماتيريال، ولسه هشوف اللين، ولسه هشوف الكايزن، ولسه هشوف احدث المعلومات اللي موجوده عندي، عشان المعلومات بتتحدث زي ما انتم عارفين، بتعملها ابديت كل سنه، فعايز اديكم الحاجات الاحدث حاجه يعني. فان شاء الله باذن الله. في مناهج بتتغير طبعا، المنهج الكونسبت بتاع المنهج ما بيتغيرش، بس ساعات بيشيل منه حاجه، نحط حاجه بسيطه، بنضيف حاجه بسيطه. فعايز اجيب لكم احدث حاجه يعني، في اخر ابديت في الاي كيو اف يعني. وارجو ان انتوا ما هي دي في الديزاين. الاستاذ ايهاب بيسال حاجه جميله، بيقول لي دي ام اي دي بي ده في الديزاين، دي حاجه طبعا مختلفه خالص عن اللي احنا في، مختلفه عن الدماغ. ماشي، بيبقى الدماغ في الديزاين، الجزء اللي حضرتك كاتب دي ام اي دي بي ده ديزاين، وده ديزاين فور 6 سيجما، دي بتبقى حاجه عاليه قوي 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 يعني هي مش معايا انا، مش معايا انا، بس ان شاء الله دايما هديكم الجديد، ودايما هشرح لكم الجديد، وارجو ان انتوا تكونوا فهمتوا حاجه مني، وفهمتوا منهجيه السكس سيجما. خلي بالكم كتير قوي في العالم مش فاهمين يعني ايه سكس سيجما، ناس كتير قوي مش فاهمه السكس سيجما، وناس كتير قوي بتقول يا السكس سيجما دي بتتكلم في ايه وبتحكي في ايه. ارجو ان انتوا تكونوا فهمتوا يعني ايه سكس سيجما، والكونسبت بتاعها ايه، وفهمتوا معلومات جديده، وان شاء الله يعني هتفهموا مني حاجات كتير الايام الجايه. بس لسه هننظمها، ولسه هشوف اللجنه المنظمه في شركه بي اي ام ارابيا، وربنا يسهل الحال ليكم جميعا، وبتمنى ليكم النجاح والتوفيق، وان شاء الله كل الناس تنجح في الكورس دوت، وكل الناس تكون استفادت حاجه في الكورس دوت، وكل الناس تطبق في مجال عملها الكورس دوت، وعايز اسمع عنكم كل خير ان شاء الله.